بسم الله الرحمن الرحيم. أداء المهام بالنسبة للغة الإنجليزية، هنا بيقول لي English language، اللغة الإنجليزية. performance tasks يعني المهام، أداء المهام بالنسبة للغة الإنجليزية. طبعا في درجة على إنك أنت تكتب البيانات بتاعتك، يعني school هتكتب اسم المدرسة، class اسم الفصل، name الاسم بتاعك، name هتكتب قدامه الاسم، date اللي هو التاريخ. يبقى دي البيانات اللي انت هتكتبها بالنسبة لك، دي عليها درجة. نيم، نيم اللي هو الاسم، ديت التاريخ، سكول المدرسة، كلاس الفصل. طيب هنا بيقول لي ايه؟ اهيلسي ميل. اهيلسي ميل يعني وجبة صحية. اهيلسي ميل وجبة صحية. هيقول لي اكتب عن، مثلا هنكتب عن وجبة صحية، زي مثلا هنا بيقول لي وات فودز، ايه الطعام، ار ان هيلسي ميلز، في الوجبات الصحيه ايه الطعام من ضمن الاطعمه اللي في تبع الوجبات الصحيه. واي، لماذا، واي اتس امبورتنت، ليه من المهم تو هاف هيلسي ميلز، ليه من المهم ان احنا ناخد وجبات صحيه. هنا بقى هيقول لي ايه، درو يعني ارسم، درو يعني ارسم، درو ذا هيلسي ميل، ارسم وجبه صحيه. You and your friend prepare، انت جهزتها انت وصديقك. يبقى هيحتاج مني ان انا ارسم، هيحتاج مني ان انا ارسم، مثلا هنا محتاج مني ان ارسم وجبه صحيه، مثلا هنعمل طبق ماشي ونعمل فيه سلطه، طبق سلطه مثلا او تفاحه، على حسب الموضوع اللي انا هكتب عليه. يعني مثلا احنا هنكتب هنا على السلطه، يبقى هرسم طبق سلطه. هنا بقى هكتب مثلا بعض الجمل، والاي طبعا اول جمله بتبقى الحرف بيبقى كابيتال، اي هنا هيبقى الحرف كابيتال، اي جمله هبدا بيها هيبقى الحرف كابيتال. اي لايك سلط، انا بحب السلطه. خلصت الجمله اعمل فول ستوب اللي هي النقطه، خلصت الجمله اعمل نقطه. ات كونتينز، انا بحب السلطه. ات كونتينز، ات دي بتعود على السلطه، بدل ما اكتب السلطه تاني كتبت ات، عشان ات بتبقى لغير العاقل. ات كونتينز هي بتحتوي، بتحتوي على ايه؟ بيبر اللي هو الفلفل، كيوكمبر، كيوكمبر اللي هو الخيار، توموتوز اللي هي الطماطم، اند اونيونز والبصل. عملت ايه؟ لما اجي اعدد كذا حاجه بعمل كوما، يعني قلت كذا حاجة فبعمل كوما، عملت كوما، عملت كوما، قبل آخر حاجة بكتب أند. يعني أونيونز هنا البصل، دي آخر كلمة بالنسبة للمكونات بتاعة السلطة، كتبت قبلها أند ماشي. بعدها خلصت الجملة أعمل فول ستوب، عملت فول ستوب اللي هي النقطة، وأبدأ جملة جديدة. هيلسي فود، الطعام الصحي. هيلسي فود، الطعام الصحي. ميكس اس، بيجعلنا، بيخلينا. جرو ويل، ننمو بطريقه جيده. جرو ينمو، الجسم بتاعنا ينمو، ينمو بطريقه جيده. اند و بي سترونج، والجسمنا يبقى قوي. بي سترونج، سترونج يعني قوي. خلصت اعمل فول ستوب اللي هي الايه، خلصت الايه الجمله اعمل فول ستوب. طالب مني بيقول لي بلانتس، بلانتس اللي هو الزرع، ان يور هوم، زرع موجود في المنزل بتاعك. فطبعا هنا بيقول لي ذا بلانت، الزرع، يو وونت تو جرو، الزرع اللي انت عايز تزرعه. واي، لماذا، واي يو وونت تو جرو ات، اللي انت عايز تزرعه. ذا لايف ستيجز، اللي هي مراحل النمو بتاعت الزرع دوت، اوف ذيس بلانت. هنا بقى بيقول لي درو يعني ارسم. يبقى كده كل حاجة في الأداء المهم بتاعت الإنجليزي لازم هنرسم فيها. درو يعني ارسم، درو ذا لايف ستيجز، ارسم مراحل النمو بتاعت النبات، اوف ذا بلانت، يور تشويز اللي انت ايه اخترتها، الزرع اللي انت هتختاره. ممكن واحد يعمل زرع مثلا عن الطماطم، هنا مثلا عن سان فلاور اللي هو عباد الشمس. فانا هنبدا مثلا من اول النبته الصغيره، تكبر شويه تكبر شويه لحد لما بقت زرعه كبيره اهي. الجمل بقول اي وونت تو جرو سان فلاور، يعني انا عايز ازرع
سان فلاور عباد الشمس in my balcony في البلكونة بتاعتي. It looks هو يبدو. It looks good ده الزرع ده جيد. And و I love it وأنا بحب إيه الزرع عباد الشمس ده. أنا خلصت الجملة بعمل فول ستوب اللي هي النقطة. أول ما خلص جملة أعمل نقطة. It وأبدأ جملة جديدة. أبدأ جملة جديدة بحرف كابيتال. It starts as a seed يعني هو بدايته سيد. سيد اللي هو بذرة. And it grows وبينمو taller أطول. And becomes a tall plant وبقى أطول زرعة with leaves بالورق بتاعها. هنا بقى عن your room. Your room عن حجرتك. room اللي هي الحجرة. You want to describe هتوصف your room حجرتك to a friend لصديق of yours right about. هتكتب عن ايه بقى؟ What you have in your room يعني ايه اللي بيبقى موجود في الحجرة عندك. What color ايه لون الحجرة. What color ايه اللون your room is. Why you like it ليه انت بتحب الحجرة ديت. Draw ارسم. Draw يعني ارسم. A picture ارسم صورة of your room ارسم صورة للحجرة بتاعتك. في رسم اهوت ادي سرير وادي دولاب. طيب هنا بقول لي بقى I like انا بحب I like my bedroom انا بحب حجرة النوم بتاعتي. I have انا امتلك فيها بقى وانا عندي I have a bed. bed اللي هو السرير. انا عندي سرير bed سرير. and a cupboard ودلاب. خلصت الجملة اعمل full stop اللي هي النقطة. طبعا اول جملة I like my bedroom خلصت الجملة على كده اعمل full stop اللي هي النقطة. my طبعا ابدأ جملة جديدة عملت الحرف كابيتال. شفت الام كابيتال ازاي. my bedroom حجرتي is white لونها ابيض. white اللي هو الابيض. واحد تاني يكتبها green واحد يكتب يولو على حسب اللون اللي هو عايز يكتبه. I like it انا بحب الحجرة بتاعتي. بحبها ليه؟ because بسبب. I can relax. I can relax انا اقدر بستريح فيها باخد فيها راحتي. and do my homework quietly وبحب بعمل الواجب بتاعي بهدوء. quietly يعني بهدوء. do my homework بعمل الواجب بتاعي quietly بهدوء. the job اللي هي الوظيفة. the job you want to do ايه الوظيفة اللي انت عايز تقوم بيها او ان شاء الله تشتغلها في المستقبل. يبقى job the job يعني الوظيفة. the job اللي هي الايه الوظيفة. what the job is ايه الوظيفة اللي انت عايزها. what you do in this job هتعمل ايه في الوظيفة ديت. how this job helps others ازاي الوظيفة دي انت هتساعد بيها الاخرين. draw ارسم. draw yourself ارسم نفسك. and some tools بعض الادوات you use in this job هترسم بعض الادوات اللي انت ممكن تستخدمها في الوظيفة دي. مثلا هو انا اختار ايه. I want to be انا عايز. I want انا اريد. I want to be ان اكون a doctor عايز اكون دكتور. خلصت الجملة اعمل full stop. I ابدأ جملة جديدة بحرف كابيتال. I will يعني انا سوف. will يعني سوف. I will work انا هشتغل. work اعمل او اشتغل. in the hospital فين في مستشفى. hospital يعني مستشفى. خلصت الجملة اعمل full stop اللي هي النقطة. I want to help انا عايز. help help يعني يساعد. انا عايز اساعد. sick people الناس المرضى. sick people. I will انا سوف. I will examine patients هكشف على الناس المرضى الناس اللي هي تعبانة. I will examine يعني هكشف patients اللي هو مقصود بقى الايه المرضى. and give them وهديهم. give them هديهم ايه medicine. medicine اللي هو الدواء والعلاج. هو حابب ان هو يساعد الناس التعبانة وحابب ان هو ايه يساعدهم ويديهم علاج.
خلصت الجملة اعمل فول ستوب. طالب مني اكتب عن الحيوان المفضل بالنسبة لي. ذا انيمال يعني الحيوان، ذا انيمال اي لايك، الحيوان اللي انا ايه بحبه او مفضله. هنا بقول لي ذا انيمال يو وونت تو ديسكرايب، هتوصف الحيوان اللي انت عايز تتكلم عنه. وير ات ليفز يعني بيعيش فين. هاو ات لوكس لايك يعني هو شكله ايه. درو ارسم ا بيكتشر، ارسم صوره اوف ذا انيمال، هترسم صوره للحيوان دوت. يو تشوز الحيوان اللي انت ايه هتختاره، فهو هنا اختار الاسد. قول اي لايك ذا لاين، انا بحب الايه الاسد. خلصت الجمله اعمل فول ستوب. قول ات ليفز هو بيعيش، ات ليفز ان ذا زو هو بيعيش في، طبعا موجود في حديقه الحيوان. اند جراس لاند والايه والبيئه اللي هي العشبيه، جراس لاند الاراضي الايه العشبيه. اتس سترونج يعني هو قوي، سترونج يعني ايه قوي. اقول ات از سترونج يعني قوي. خلصت الجمله اعمل فول ستوب بالنقطه ايه، ابدا جمله جديده. ات هاز طبعا ات دي بتعود على الاسد، بدل ما اقول كل شويه ذا لاين لا اقول ات. ات دي لغير العاقل، مفرد لغير العاقل. ات هاز بيج يعني الحيوان دوت، ات هاز بيج، بيج يعني كبير او ضخم. بيج هيد، بيج هيد يعني ليه دماغ كبيره، راس كبيره. هيد يعني راس. اند لونج تيل وليه ديل طويل، لونج تيل طبعا اللي هنا الايه ديت دي اي، دي اي اي على نقطه بس هي مش باينه هنا كده كانها عامله زي ال، لا ديت اي طول تيل، لونج تيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.